أهلا بكم من جديد في الآن. تؤدي الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي اليمين الدستورية لتطوي صفحة أزمة سياسية استمرت قرابة الشهر. وأعلن كونتي في وقت سابق أن لوتشيانا لامور سوف تتولى حقيبة الداخلية، تخلف بذلك زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، كما يصبح زعيم حزب حركة خمس نجوم ويجي دي مايو وزيرا للخارجية، وروبرتو غوالتيري من الحزب الديمقراطي وزيرا للاقتصاد. من روما معنا عبر الهاتف مهدي النمر، عضو رابطة الصحفيين الأجانب في إيطاليا. نعم أستاذ مهدي، بعد التحية، يعني كيف بتنظر إيطاليا الآن إلى هذا التحول في المسار السياسي من حكومة يمينية متطرفة إلى هذه الحكومة التي نشهدها الآن بها أعضاء يعني تقريبا من جميع الأطياف السياسية في إيطاليا؟ يعني هنا في حالة من حالة التنفس الأعضاء بعد أزمة مفاجئة غير مبررة قبيل يعني إقرار الموازنة العامة ومخاطرة ارتباك الوضع الاقتصادي. هناك ترحيب من الأسواق المالية العالمية بهذه الحكومة وبخروج حزب الرابطة المتطرف، ذلك انعكس في سعر الفائدة على الدين الإيطالي الضخم. هناك تفاؤل طبعا في أوساط المؤيدة للحكومة والمؤيدة للاستقرار في مقابل حالة استنفار وإحباط في صفوف الرابطة ومؤيديها. الحكومة أمامها تحديات كبيرة، ولكن ثم تفاؤل يعني عام شامل. نترقب طبعا في أول خطوات الحكومة وفي تحقيق برنامجها، وهو القضية الأساسية أو الاستحقاق الملح الأول هو قانون الموازنة العامة المفروض عرضه في خلال الشهر القادم في أكتوبر. نعم، طيب قبل الحديث عن التحديات التي تواجه الحكومة، لأنه سنتحدث عن يعني بأكثر من أمر، لابد من الحديث عن موقف الاتحاد الأوروبي والموقف الأوروبي تجاه هذه الحكومة، وخصوصا وأنه التقارير تشير بأنه هذه الحكومة هي محاولة للعودة مرة أخرى إلى الحاضنة الأوروبية والعودة مرة أخرى إلى كسب الرضا الأوروبي. بالفعل يعني هناك حالة ترحيب واضحة سواء على المستوى الأوروبي أو على المستوى الأطلسي، خاصة وأن يعني سالفيني وطر هذه العلاقات ورفع شعار التحدي الأوروبي يعني يعني كراية له بسياساته، وكمان التقارب مع موسكو الذي أثار حفيظة هواجس الولايات المتحدة بشكل رئيسي. بالتأكيد إيطاليا دولة رئيسية ومؤسسة في الاتحاد الأوروبي، وهي ثالث الأضلاع الثلاثة الرئيسية في الاتحاد. عودتها إلى هذا الهيكل من خلال حزب تقليدي والحزب الديمقراطي يعتبر يعني عنصر من عناصر الإيجابية التي تنظر إليها من خلال يعني الدول الأوروبية الشريكة. ولو أن هذه الحكومة هي حكومة يعني استثنائية غير تقليدية، هي تجربة الأولى من نوعها، لأنها تتكون من حزب تقليدي يعني أحد أعضاء العائلات السياسية الأوروبية التقليدية والحزب الاشتراكي بالحزب الديمقراطي، وحزب شعبوي، حركة شعبوية يعني تنضوي على تناقضات كثيرة، ولكن ربما في الفترة الأخيرة ومع تجربة الحكومة استطاعت يعني أن تستوعب درس الواقعية السياسية، وهو ما سوف نراه في الأشهر وربما السنوات القادمة. طيب، هي ليس فقط في مكوناتها، ولكن حتى في فكرة التحول ذات نفسها، فكرة التحول من يعني حكومة يمينية وتطرف بعض الشيء إلى هذه الحكومة. نعود مرة أخرى إلى التحديات أستاذ مهدي. حضرتك تحدثت عن الموازنة
العامة في إيطاليا والاقتصاد، يعني منذ الإعلان عن روبرتو بلواتري وكان هناك مؤشرات، أو كان هناك يعني حتى أن الأسواق المالية تأثرت بهذا الإعلان، وكان هناك تصريح من كريستين لاغارد بأنه بهذا خبر صار بتعيين روبرتو. يعني تفاصيل أكثر حول هذا الشخص، ولماذا هذا الترحيب الواسع، ولماذا انعكس تعيينه على الأسواق المالية والاقتصاد؟ هو الوزير الاقتصادي الجديد يعني معروف اولا بعلاقته بالمفوضيه الاوروبيه، بجانب انه يعني من المدرسه التي يعني المدرسه الاقتصاديه الملتزمه بالاستقرار المالي، لان ايطاليا المشكله الرئيسيه بالنسبه للاتحاد الاوروبي ان ايطاليا يعني ثالث اقوى اقتصاد داخل اوروبا، وتحمل في يعني طياتها مخاطر كبيره تتمثل في الدين الايطالي الضخم، وهو ما قد يهدد استقرار اليورو والاقتصاد الاوروبي بشكل عام. فبالتالي عوده حكومه تلتزم بالاستقرار المالي في ايطاليا، يعني عدم الافراط في الاسراف الحكومي، وبالتالي إثارة مخاوف الأسواق المالية ومخاطر الانهيار المالي، كل هذه الأمور تجعل العودة إلى مدرسة الاستقرار مسألة مرحب بها وضرورية. الحزب الديمقراطي يعني يؤيد باستمرار سياسة الاستقرار، ولكن في نفس الوقت إيطاليا عامة تسعى إلى نوع من يعني من الاسترخاء في شروط الشروط الأوروبية للتقيد، لأن الاقتصاد الأوروبي الإيطالي وصل في هذه المرحلة إلى مرحلة يعني اللانمو، وبدون النمو تصبح التحديات الاقتصادية كبيرة، وكذلك التحديات الاجتماعية المتمثلة في يعني مسألة البطالة، بطالة الشباب بشكل أساسي، مسألة يعني ازدادة معدلات الفقر، ضعف القوى الشرائية، انهيار الطلب المحلي، كل هذه الامور تجعل يعني التحديات كبيره، يعني الباب الرئيسي لهذه الحكومه هو تحريك وتنشيط الاقتصاد دون الاضرار بالاستقرار المالي للدوله. نعم، والترحيب ايضا بلوتشيانا كان بسبب يعني المشاكل التي قام بها سالفيني، وفيما يخص الأمن وفيما يخص ملفات خطيرة مثل الهجرة مثلا، والذي تختلف طبعا إيطاليا أو تتطرف بعض الشيء في نظرتها للمهاجرين عن باقي الدول الأوروبية. بالفعل هو يعني طبعا هو عودة إلى الواقع الحقيقي، لأن سالفيني تمكن لمدة سنة ونصف تقريبا بإثارة قضية وهمية، قضية الهجرة، لأن كل الذين وصلوا إلى إيطاليا التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة في خلال هذه الفترة هم 450 مهاجر، هو يعني فقاعة إعلامية لا تمثل المشاكل الحقيقية للمواطن الإيطالي. وبالتالي هو يعني عندما ذهب لتفجير الأزمة كان هروبا من الاستحقاقات الواقعية التي تتمثل في إقرار الموازنة العامة، بعدما وعد بتسهيلات ضريبية ويعني أفرط في الوعود، وقضية الهجرة يعني جعلت منه بطل في بعض الأوساط المتطرفة، وهيجت يعني فصائل و يعني حالة من الحالات التطرف داخل المجتمع، وبالتالي من ضمن ومن أوائل الأهداف التي وضعتها الحكومة الجديدة هو إعادة يعني وأم الانقسامات داخل المجتمع، خاصة في قضية الهجرة والتعصب التي بدأت تظهر في ملامح يعني في عمليات التحرش بالمهاجرين أو فئات ضعيفة، ولذلك يعني حالة من التوتر أثرها سالفيني، وخروج هذه الحائل سالفيني ربما يؤدي إلى يعني تخفيف هذه الحدة. نعم،
شكرا جزيلا لك أستاذ مهدي النمر، عضو رابطة الصحفيين الأجانب في إيطاليا، كنت معنا عبر الهاتف من روما.